توقعات الفلك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير 2024. يا عزيزي، بتفرح بجديد يوم الخميس واحد، وبتشعر بمزاج هادئ جدا. بتكون صابر، شجاع، منفتح على كل الآراء والاقتراحات، دمث الأخلاق. وانت عادة من الأشخاص يلي الناس دغري بيشعروا بالقربة معهم، بس يمكن تواجه تأخير وتقلبات مربكة كمان. لازم تقابل ما يحصل بأعصاب متينة وتبحث عن بعض الحلول بدون انفعالات أو إظهار غضبك، لأنه حياتك العاطفية كمان تتأثر باللي عم بيصير بحياتك المهنية حاليا. بين الجمعة والأحد 2 و4، تجنب كل إشكال أو نقاش بيولد النزاع. العلاقات العاطفية بتكون جذابة جدا بس حافلة بأحداث غريبة. بين التنين والتلاتة 5 و6، لازم تبدي حذر بالعمل وما تحرق المراحل أو تحتفل بالنصر قبل ما تتأكد من كل شيء. يمكن يحصل شيء غير متوقع بيشوش على الأوضاع، وهالشي حتى يوم الخميس، انتبه. بدي أقولك أنه كمان في عنا بوست نزل حاليا عن توقعات للمرحلة الجاية، توقعات العامة على صعيد المنطقة ولبنان للمرحلة الجاية، كما أنه الأسبوع الجاي لح ينزل بوست آخر عن التوقعات للأبراج الصينية، التوقعات الصينية للفلك، يعني شو هي السنة الصينية وشو بتحمل من تطورات، لأنه بتبلش هي بتاريخ 10 شباط.